الآلية الوطنية لوقاية من التعذيب هي آلية تقوم بزيارة مراكز الاحتجاز أو لما نسميه على المستوى الدولي مراكز حرمان من الحرية أولا لتتبع ومراقبة الأوضاع وشروط المحرومين من الحرية في هذه المراكز. المراكز بمعنى أنه ليس فقط السجون، ولكن مراكز الشرطة، مراكز الدرك الملكي، مراكز القوات العمومية، المستشفيات الأمراض العقلية، وكذلك مراكز الطفولة، بمعنى أن كل المراكز التي فيها أشخاص محرومون من حريتهم ومن التنقل. فإذا هذه الآلية عندها هذا الاختصاص العام لزيارة كل مراكز الحرمان من الحرية. ثاني حاجة وأنه تقدمنا بالمرتكزات القانونية التي جاء بها القانون ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حيث حماية وضمان استقلالية عمل هذه الآلية، بخصوص أولا الاستقلال المالي والإداري كآلية مستقلة عن المجلس، من حيث مواردها المالية المستقلة، من حيث فضائها المستقل، وكذلك أن هي سيدة نفسها من حيث تحديد الزيارات التي ستقوم بها، من حيث بلورة تقاريرها، من حيث اتخاذ كذلك القرارات الخاصة بهذه التقارير، ومن حيث كذلك نقول بلورة استراتيجية عملها. كذلك هاد الأشخاص الذين هما في أعضاء الآلية الوطنية لهم حماية قانونية، من حيث أنه لا يمكن التعرض لهم بأي شكل من الأشكال إلى الاعتقال أو للتخويف أو للترهيب في خلال القيام بمهامهم. النقطة الأخرى من حيث الحماية ديال الأشخاص كذلك الاعتباريين والذاتيين الذين يتقدمون للآلية بمعلومات تهم نقول اختصاص ديال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. كذلك هناك الحماية ديال المعلومات التي تجمعها ولا تستقيها الآلية، حماية المعلومات ضمن حماية المعلومات الشخصية. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.